السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دورة جديدة، في هذه الدورة سوف نتعلم الأردوينو. طبعا سؤال يتبادر إلى الذهن لأول مرة، ما هي الأردوينو؟ الأردوينو هي بكل بساطة عبارة عن لوحة إلكترونية قابلة للبرمجة، وبنفس الوقت هي عبارة عن منصة مفتوحة المصدر، يعني ممكن أنت تعدل عليها وتطور. سهلة الاستخدام، تمام؟ طبعا بتتكون من دارة إلكترونية، طبعا ومنلاحظ بالوسط عندنا المايكرو كنترولر، إذا هي قائمة على المايكرو كنترولر، مع دارة لتسهل عملية التعامل مع المايكرو كنترولر. بتستخدم طبعا برنامج اسمه أردوينو اي دي اي، طبعا من خلاله نحن بنكتب وبنرفع كود الكمبيوتر اللي عملناه على الكمبيوتر من خلال هذا البرنامج، بنرفعه لجهاز الأردوينو، الفيزيكال بورد، يعني الجسد المادي للأردوينو. طبعا شو ممكن نعمل نحن بالأردوينو؟ ممكن نحن نتحكم بروبوت، ممكن نحن مثلا نعمل منزل ذكي، ممكن نتحكم بأي جزء من أجزاء المنزل، سواء الإنارة، تشغيل مثلا الغسالة، البراد، إلى آخره، من خلال الأردوينو. بكل بساطة نحن شو بنحتاج لنتعلم الأردوينو؟ طبعا بحاجة أنت تكون عندك معرفة بلغة برمجة، طبعا إذا ما بتعرف ما في مشكلة، لأن رح نقوم بشرح لغة البرمجة اللي قائمة عليها الأردوينو بالتفصيل الممل إن شاء الله في هذه الدورة. وبعد هذه الدورة كمان إن شاء الله رح يكون في دورة كيفية ربط الأردوينو بموقع الإنترنت وعمل موقع إنترنت التحكم بالأردوينو، ورح نتعلم أيضا إنترنت الأشياء، يعني شلون نتحكم بالأردوينو عن طريق الإنترنت، وأيضا رح نتعرف كيف نتحكم بالأردوينو عن طريق تطبيق الأندرويد إلى آخره بهي الدورة إن شاء الله. رح تكون دورة إن شاء الله مميزة، ويعني فعليا المحتوى العربي للأسف خالي من هالمواضيع المهمة، واللي هي مثل ربط الأردوينو بموقع الإنترنت، والتعامل مع الأردوينو أيضا من خلال تطبيق الأندرويد. طبعا عندنا انواع كثيره للاردوينو، عندنا اردوينو اونو، عندنا ميجا، عندنا انواع كثيره لا تعد ولا تحصى. طبعا الاردوينو هو اسم شركه من شركه اردوينو، يعني تقوم بتنشئه هذه الدارات. في عندنا شركات ثانيه ايضا، ممكن انه نحن مثل اي اس بي مثلا 32، وعندنا نود سي ام سي يو كذا الى اخره، يعني لوحات كثيره بتنتمي لشركات معينه. طبعا جميعها ممكن نبرمجها من خلال اردوينو اي دي اي اغلبها. يعني حاليا نحن شو بحاجه لحتى نبدا بالاردوينو؟ نحن بحاجه اول شيء لبرنامج اسمه اردوينو اي دي اي، محرر الاردوينو، تمام. طبعا بنقوم بتحميله بشكل بسيط جدا، بنلاقيه هون بجوجل، اكتب، مجرد ما نكتب اردوينو اي دي اي بيظهر عنا اول شيء اردوينو ويب اديتور، يعني ممكن عن طريق الويب ايضا، ولا نحن ما بدنا اياه، نحن مباشره بنروح على الاردوينو اي دي اي. بنلاحظ هون في عندنا نسخه للينوكس، نسخه للماك، ماكنتوش او اس يعني، ونسخه للويندوز اب. بنحملها، بعد ما نحملها بننزلها بشكل طبيعي، نيكست نيكست الى اخره. بعد ما ننزلها بنقوم بفتح الاردوينو اي دي اي، بيفتح عندنا بهذا الشكل، تمام. تظهر لدينا الواجهه بهذا الشكل، واجهة بسيطة جدا ما فيها أي تعقيد، هي عبارة عن فانكشن سيت اب، عبارة عن فويد سيت اب، عبارة عن فويد لوب. يعني عندنا اثنين تو فانكشن، الفانكشن الأولى كاتبين لنا تعليق بسيط وحقيقة بيعبر عن يعني الأردوينو بشكل كامل، عملها قائم على اثنين فانكشن. الفانكشن الأولى كود بيتنفذ مرة واحدة فقط أول ما تشغل الأردوينو، والفانكشن الثانية الكود فيها رح يتكرر بشكل متكرر، يعني رح يضل مثلا بلشنا هون، نفذ الكود هاد، وصل لهون، تمام. لما بيوصل لهون الكود ببلش يشتغل، يرجع يعيد نفسه الى اللانهائي، يعني بمجرد ما قطع الفانكشن هاي وصل الفانكشن هاي ما عاد يطلع من هاي الفانكشن ابدا، لان هاي الفانكشن هي عبارة عن فانكشن لا نهائية، اذا هي عبارة عن لوب لا نهائية تقوم بتكرار نفسها الى اللانهائي. طالما ان الاردوينو شغالة فالفانكشن عم بتكرر نفسها. ناخد فكرة عن بعض الأمور بالأردوينو أيضا. في عنا بنشوف الوصف تبع الديسكريبشن من شو بتتألف. طبعا بنلاحظ عنا أول شيء المايكرو كنترولر هو الشيء
اللوحة اللي بتتبرمج من خلال طبعا الاردوينو اي دي اي. فعليا عندنا منفذ ممكن نشغل فيه الاردوينو من خلال بطارية او باور سبلاي او اي مصدر يعني تغذية. تمام، عندنا مدخل اللي نحن بنوصله بالكمبيوتر، في بيجي مع الاردوينو وصلة، بنوصلها وصلة تيجي يو اس بي مع يعني لوحة الاردوينو للكمبيوتر. عندنا بنلاحظ بالنات ديجيتال وعندنا بنات انالوج، طبعا رح نحكي عنهم. بنلاحظ بعض بنات الديجيتال في اشارة حدها، هي بسموها الدبليو بي ام، تعديل عرض النبضة، رح نحكي عنها بالتفصيل ان شاء الله. عندي الاي ريفرنس، هي اللي بنعتمد عليها بالقيمة، تاخذ يعني القيمة المرجعية. هذا هو منظم الجهد اللي بينظم لي وضع التوتر، طبعا موجود شرح كل وحدة منهم بالتفصيل. وعندنا هون المذبذب اللي بيتعامل مع الوقت ايضا، اللي هو رقم 4، يعني تشغيل الاردوينو وقت تشغيل الاردوينو الى اخره. طبعا مشرحين بالتفصيل، عندي منافذ الخمسة فولت والجراوند الى اخره، رح نشرحه ان شاء الله بالتفصيل الممل اول ما نصلن. وعندي التي اكس والار اكس يلي بنلاحظهم، اللي هن فعليا عملية الارسال والاستقبال مع السيريال كوميونيكيشن، يعني اللي بيتعامل مع السيريال الى اخره، رح يتم شرحهم واحدة واحدة ان شاء الله بالتفصيل الممل. طبعا بعد ما نحن ننزل برنامج الاردوينو، تمام، بنقوم بوصل مثل ما اتفقنا الاردوينو على الكمبيوتر. بعد ما نوصل الاردوينو على الكمبيوتر، بنروح البروبرتيز، بنروح على الديفايس مانجرز. طبعا بنلاحظ اولا، هلا انا ما واصل الاردوينو، رح اقوم بوصله، رح اوصل الاردوينو حاليا. هلا وصلتها، طبعا بتطلع عندي انا لانه معرف، انا معرفها مسبقا. اذا انت عندك طبعا رح تطلع على الارجح مو معرفه، وبعض الناس رح تطلع عندها معرفه حسب بقى هون. هلا انا تفاجأت انه تعرفت عندي مباشره بشكل تلقائي لما على الويندوز هاد، بس لما كان عندي الويندوز 10 اللي اقدم، هذا ريدستون 6، ريدستون 5 ما كانت معرفه. اذا ما معرفه عندك، اذا بتطلع لك على شكل unknown device، ما بتطلع لك، ما بيكون مكتوب اردوينو ميجا، لا بيكون مكتوب unknown device وفي اشاره تعجب. بتقوم بالضغط الزر اليميني، update drivers browsers، بتحدد على البراوز وبتروح على السي او المنطقة اللي انت منزل عليها البرنامج. تمام، بتنزل بندور على الملف حيث نحن منزلينه. تمام، ممتاز، الاردوينو، بنفوت على مجرد الاردوينو، داخل مجرد الاردوينو بنحدد على درايفر، نحدد بس تحديد على مجرد الدرايفر، وبنضغط اوكي وبنضغط نيكست، بيقوم بتعريفها بهذا الشكل، بنضغط كلوز. الان الاردوينو صارت معرفه. تمام، بعد ما تتعرف الاردوينو بنروح على البورد، على التولز على البورد، وبنختار نوع الاردوينو اللي عنا. انا عندي الاردوينو ميجا، انت بجوز يكون عندك اردوينو اونو، بتختار الاونو. اردوينو نانو، بتختار نانو ليوناردو حسب بقى النوعيه اللي عنا. طبعا في انواع كثيره مثل ما شايفين، بجوز كمان في ناس تشتري اي اس بي 32، في ناس نود ام سي يو، ريسبيري، يعني بصراحه لوحات كثيره يعني، وتعدد اللوحات والوظيفه واحده، يعني بالنهايه هدفنا نحن نبرمج من خلال هي اللوحات. طبعا بالنسبه للناس اللي ما عندها اردوينو، ممكن تستخدم موقع ظريف كثير اسمه tinkercad.com. هو موقع بيعمل لي سيميوليشن للاردوينو، ممكن عن طريقه تنفذ اكواد وتحط حساسات واي شيء، موقع كتير حلو. بنفوت على الموقع، طبعا اذا ما عاملين حساب بنعمل حساب، انا عامل حساب مسبقا فبضغط ساين ان. طبعا بعد ما يقوم بتسجيل الدخول يعطيني اشاره ويلكم، اوكي، تطلع عندي هي الواجهة، واجهة الداشبورد للموقع. بنزل على السيركت، على الدوائر الإلكترونية، وبضغط كرييت نيو سيركت. طبعا من خلال هذا الموقع الحلو فيه انه ممكن انت اذا ما عندك اردوينو مثل ما حكينا سابقا، باستخدام هذا الموقع تتعلم على الاردوينو، بينما تتوفر معك الاردوينو. طبعا بنمسك الاردوينو بهذا الشكل وبنحطه هون قدامنا بهذا الشكل، ممكن نضغط على الكود، بنلاحظ هون بيظهر لدينا هي النافذة، بنضغط تكست لنبرمجها باستخدام، طبعا ظهر عنا
كود بنلاحظ بهذا الشكل. فعليا الكود اللي هون هو نفسه برنامج الاردوينو. يعني انت يا بتستخدم برنامج الاردوينو يا بتستخدم التينكر كاد وبتكتب كودك هون. طبعا الكود اللي بنكتبه هون هو نفس الكود اللي بنكتبه ببرنامج الاردوينو. مثلا نعمل مثال بسيط كتير، سيت اب بهذا الشكل، وبنعمل فانكشن تانية هي الفانكشن اللي بتتكرر بشكل دائم مثل ما اتفقنا. طبعا الاردوينو فيها شغلة ما حكينا عنها، انه في عندي ليد بلت ان موجود فيها، من خلاله ممكن نحنا نجرب الاردوينو. هو رقم 13 هو هذا، يعني ممكن نستخدمه اذا حبينا. اوكي، فمنقول مثلا اول شيء طبعا بنعرف، طبعا ما بيهم لحد يركز معي شو عم نكتب هلا لانه بس هذا في مثال بهذا الدرس. بنقول مثلا 13 هو اوتبوت، وبننزل للاسفل وبنكتب هون مثلا digital write 13 هاي بهذا الشكل، وبنشغل الكود. بنلاحظ عندي اشتغل الليد رقم 13 الموجود بلت ان بالاردوينو. طيب ناخذ مثال تاني ما بيأثر، ديلي طبعا انا ما عم بعلم هلا بس عم نختبر الموقع، مثلا 1000 خليه يكون بهذا الشكل. نعمل ستارت بعدين ديجيتال رايت 1000 ملي سكند، اسف هون 13 عفوا خليها لو، ديلي 1000 بهذا الشكل. ونشغل الكود، نلاحظ الكود عم يضوي ويشغل. بكل بساطة الكود هذا عم بقول له انه خلي المخرج رقم 13 الليد الموجود عند البن رقم 13 يشتغل، تمام. بعدين انتظر ثانية او 1000 ملي سكند، تمام. بعدين اطفي لي، بعدين استنى ايضا 1 ثانية، بعدين ارجع كرر الكود نفسه. بنلاحظ انه الكود عم يرجع يكرر نفسه بضمن حلقة لا نهائية. طبعا هيك بيكون درسنا انتهى لليوم. بتمنى الدرس يكون نال اعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا لنشر المزيد من المقاطع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.